بقدرتها الفائقة على التجسيد والتمكن من تقديم انفعالات حقيقية خطفت أنظار الجماهير من خلال أدائها التمثيلي. والنبي ومن أبا النبي نبي لو مديت إيدك على إيدك سرهانك. ماشي يا عبلة. الست عبلة. الفنانة حنان مطاوع ينطبق عليها المثل الشعبي القائل ابن الوز عوام. نجمة متميزة لم تأتي من فراغ، بل هي فرع لأصل عريق، فوالدها الفنان الراحل كرم مطاوع ووالدتها الفنانة سهير المرشدي أحبت التمثيل منذ الصغر. لو رجلك خطت برا البيت تلات رجالة يا كوكب عديهم كل يوم فلوس عشان بس لو شافوك طلعت يجيبوا خبرك. ولدت الفنانة حنان مطاوع عام 1979 بالقاهرة، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، ودخلت عالم التمثيل من خلال دور بسيط كمطربة في مسلسل حديث الصباح والمساء عام 2001، وتولت بعدها نشاطاتها الفنية بين السينما والتلفزيون. أنا كنت بموت في المستشفى وكنت محتاجك تبقى جنبي. ونالت العديد من الجوائز عن أعمالها الفنية الكبيرة. حقي من فلوسي وفلوس أبويا، كل الخير والعز اللي انت متمرمغ فيه ده من فلوس أبويا، حتى هدمتك دي وأنا كنت سايباهم بمزاجي، ومزاجي دلوقتي إن أنا أخدهم. وشاركت الفنانة حنان مطاوع في رمضان الماضي بمسلسل وجوه رمضان عام 2022، وحقق المسلسل نجاحاً ملحوظاً بعد عرضه في السباق الرمضاني. العرايسة لازم يدوقوا من اللي دوقوهولنا، وده حق ربنا، وإلا مش هنقدر نرفع عينينا قدامهم من تاني. الفنانة حنان مطاوع جسدت شخصيات مختلفة في أدوارها الفنية، والتي عبرت من خلالها عن قدراتها التمثيلية الكبيرة. أنت كنت عايز تجوزني بلوشي ولا إيه يا رمز؟ من مصر ياسمين جبريل.